يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثلا أن في محمد صلى الله عليه وسلم الخيار ذي الأنبياء والمرسلين إفكي أخذت سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى اختمد الرسالات إدقون الأنبياء إلى نقفيس ويقود مرة أكو أين دي دان ذي الكتب السماوية مرة غيدي إفكي سيد ربنا في الأنبياء داد القرآن الكريم إذ وقيني إغدي جعل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى تسافاث إسالني يحوم دي الدنيا أين إلا مرة كدين زين أقفي أما ذي التوراة أما ذي الإنجيل أما ذي الزبور أما ذي كتب صحف إبراهيم صحف مرة أكو أين دي فكا أقفي ذين إكشم أفوس مرة ذين تحرف كمي وذين إسك جعل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى ينفس باش هذه ضروة يقيني أكني ما دي غير القرآن الكريم ذين إلا ستون الرفيرونس ونسعى لك أن الشك زدخي كرقوين مرة دقون الأنبياء الرسول مرة دخين القرآن الكريم وذين دي قوين الرسول صلى الله عليه وسلم ذي السنين أكان ذي جنف ذي قرش ذي ربي سبحانه وتعالى جواليس يقرض لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن ندي قصيدين الأنبياء الرسول إن الدين قد قسم الدروس ذي العبر وذين أريل ذي الهدى ذي الرحمة وما دين ذي الهدى ذي فريد يتسوين قضايا الرضا سيدي ربي القفري الطريق المستقيم يتسوين غير الجنة وما دين الرحمة والقفري ذا قيني حاشا الخير لك يغنو سعد شرك يغنو قوي النظم أنشتاقيني أن مدينة سيدي ربي في قصصهم أنظر بلين ذي النفين مزورون المذ النفين القرون أنظر ذخين القرآن الكريم ذوين ديننا النبي صلى الله عليه وسلم ذي السنة أي خطر وتشغيرنا لويقين 14 القرون يقون وساد الشيء نغيار ديكشن أكاي خطر حرف ذي سيدي ربي سبحانه وتعالى كروف وسي سوى غير نار ذخي باش أذي غير كلام وزمير لنا ذي غير يوني حرف ذي القرآن الكريم أكنا تفضل نسخة إلا 14 القرون يقين ذي نتصفض السقين ذي 2018 كيف على تفضل قلت الحاج ذي حركرة على خطر سيدي ربي إثي حفظا يقرض إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظه وثقين هذه المعجزه ثقين ما دف ذيوث كثر 14 القرون يقيم ويحرك على يوني حرف ذاك تعقيد بالليل ماشي ذي عفذي تعوسن خطر كرب وين نظر مره يتحرف ولكن ثقين وزمير لنا ذا تحرف اين غدي قوين سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي القران الكريم ذي قال عبره لاولي الالباب المعنينس الدروس للعبر ذين أغير بين دي ثوذرتنا ذين أغير سكن انتفاث ثوذرتنا أكني أنا ربح الدوني ثان ربح يخلط وزمير ذارا أتيض وتسعي ذارا تصرف جان وتسعي ذارا كران الصفاتي الهان بعد تسعيش ثم عيش العايد الدوني ثو يمشارا ولا مشارا إذا قد يجد الصفاتي الهان غرغورك باش أتقافي الدوني تسوين العين وانسا كي تقافل سوين الهان سيد ربي الخالق شوف الله ذنسا كي يكتبن كرقويني كحمي مرا كي يكتب مادام في حوض القبري ذن القرآن الكريم ذو فريد السنة أنظر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى غير يغدق الرسول صلى الله عليه وسلم كذي الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يون النوع عن تصرف جام باش أذا غير ربي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى تدي تمديح أدي قر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنش قاكد ذا الرحمة للعالمين أنظر الرحمة يغدي في سيدي ربي ذين في صلى الله عليه وسلم قوش يغسيد يقوي يقوي يغسيد ذي صرف جام يغسيد يقوي الرحمن ذخين صرف جان إثلا وتمديح في دينيس وإنك لعلى خلق عظيم إنس كارك دي الأخلاق ما دنين الأخلاق أنا مسفهم فلاس أخوي بلي الأخلاق صفة صرف جان العايم مرة قحوب سيد ربي تجي مقر الأخلاق أخلاق العايم إذ كفتد سيد ربي سبحانه وتعالى غير الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظم إثس العظم إنسين وإنك لعلى خلق عظيم معناه أين تفكيرك شيني أرثي تفكيري العبدي لن أقضيك أرثي تفكيري العبدي لن مبادينش وإنك لعلى خلق عظيم إيوا جميد قوذي يا رسول الله الخلق العظيم يهدي في كاسي ذي ربيان يقوثيد باش أذا غير ربيان باش أذا ربيان الأمينس إند إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إند إند يشقعي ضربين باش أذا ربيان الأمينو إكا شو نشتاقين أنظر بلين وين دونيث تصرف جان ذي العبد ماذا قلنا تصرف جانس إذي عبد ماذا قلنا العبد أريد صور بارو سعر الإدوكاسيون
انا عقل بلي يفغي تمساتنا العباد تمساتنا الانسانيه يكشم دي تمساتنا البهائم كاين باش انظر العبد الصرف كاينش شوين يفهم شوين يسن شوين يزرى مانيش يزر وياضني كاين مثلا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي القران الكريم اغد يحكو ثيق سيدنا الانبياء وشيخ دينا اغد يحكو سيدنا لقمان عليه السلام كاليه الدار ميس ميز تران كوني مرا نخزر يعني غادي اماكن نقار شو ميكروسكوب انظر اي قد قال سيدي ربي واذ قال لقمان لابنه ذا شي قال سيدنا لقمان ميس اش ما خديت يحكي سيدي ربي سبحانه وتعالى باش اكن يحكي سيدنا لقمان ميس نحكو غيورونا اكن قرب سيدنا لقمان الرويس ميس فران اي توصي اكن انا نوصي غيورونا واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور اسي قال اسي تسمي مكاري يهذر اسي تسمي مكاري يلحو اسي تسمي مكاري يخزر اسي تسمي مكاري ريتش مكاري مره دي تنش تحضر ما تسمي قرات اسي تسمي كامل سيدنا لقمان عليه السلام ندد يقول صرف جايق ندد يقول صرف جايق ماشي دي عبد يستحفظ سيدي ربي يستحفظ سيد ربي يقرد ولقد اتينا لقمان الحكمه ينبدن كيني كان الحكمه غير لقمان والحكمه الحكمه انا غيفهمها وتتسوينا راه مدن ديال لاكوي نتساوي دي قرايه حقيقه ما يفهمهاش جاف سيد ربي هذاك الشيء ديفك نتسدي هنا يند يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلى أولو الألباب إنه تسكت سيد ربي الحكمة إيوين يحمي إيوين يفغى هذا السيد يفك إنه ما يفكي السيد يفك يقدر الخير ذا مقرحا سيدنا لقمان عليه السلام يقول الحكمة سيد ربي يقد ولقد آتينا لقمان الحكمة إذن يفكي سيد ربي الحكمة ويسحفظ السيد مستران الزد والنغر السيسحفظك أخطر يحكي سيد سيد ربي أما كل الثن شوية أنشتقي باش أنحكو الحكمة إذن قوكا نسي قوتي داف سيد ربي نكون نقوتي داغر سيد ربي نقوتي داغر سيدنا لقمان عليه السلام كيكس ربي ميس باش ربي نرونا الصفيقه وشو نشتقي سالي يدير العبد الدوني تو دارت العايب كي قلنا سبحان الله كان غير مثل خطر يعبدون صور برا امشي يعبدون صور برا ام زروني ونقول سالك نقوذم ندات صار سدي حيض القطر دار فيما يستو سال قوذم كان يعبدون صرف قالوا وش مكسيح غاس يغرو خدمه يصيح غاس يغرو ويخدم راسه يلقاش يفهمها يلقاش الحكمه تسوى الضربي تسوى باش العلم منين كيكمل الروين العاليه ولكن العلم بلا اخلاق يعني كقشره بدون لب اماكن محبوب نشوف اللبيه الكاس داخي كيف كيف كيجينا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى اذن اشقاغ فيد باش اذا غديوي تصرف كان وشو نشتاقي في غديوي ليدوكاسيون وشو نشتاقي سي تساليت ثمورا مره يقارك انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا الامم تسيس الاخلاق ثمور تسيس الاخلاق دوني باش تعرف ديما نيش باش ادي في الكوين العاجل غير قد قون ديكش الاخلاق ولكن ماذا قلنا خص الاخلاق العلم اللي موتين فعره نكون ذي العصر الازمه الامه الاسلاميه مره خاصه الامه الاسلاميه من العالم مره اكو الموند مره اكو يشوفر دي مونك ديدوكاسيون ليدوكاسيون خص هاد شويه الوضعيه تمرت دونيت يوتوز لا اكنيت يا قيحي وخاصه الامه الاسلاميه على خاطر شي ميت خص تصرف كان خص طغ الاخلاق وما مثل هذاك الشيء اللي يمكن اتشري الرحمه للعالمين سيدي ربي عزيز سبحانه وتعالى ازدقر وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين ان ديومر سيدي ربي الانبياء سوين سيدي يمر يمر سيدي ربي المؤمنين سوين سيدي يمر الانبياء اذا اماكن يديش يعني كاين ذا الرحمه الذي قال ان دي لقات شي تشيني او نكش لنا محمد رسول الله او ني يتبعنا شي الرحمه هذه الرحمه للعالمين ما ماثي مالين نغرا مالين نقود لي ديبلوم مالين نكون نسنى شي ما عندش كي ديف شي ما راه نخدع شي ما نتاكل شي ما نستي للفقراء المساكين انا نستقنع شويه نغدي في كاربيون انا عقل بلي غني كوني يا اليوم دينا ديون الفرد زدخين المجتمع اين كان كي دي صحن اي كيف الانسان استقنع داك اللي فرك شي ربي ديك اين النظام مره ممكن تحل دار ستي ديك وتسيس داري سعافيس غاشو في قدره وسقرارو فيغ نغي غلي داري ربيو اتعقد بلي وتسيس داري سعافيس كان نقول له تسيس داري سعافيس اذا ماذا قال نكون نسعى الحكمه نسعى الاخلاق سلعي منين غنخدم للصلاح انسان نربح الدنيا في سرنا نربح يا خرط ولكن بغياب الاخلاق كصوضنا الوضعيه غير ما غدا ذاك ان شويه الدنيا فاش لا يضرون كاين مثلا
وليس بعامر بنيان قوم إذا كانت أخلاقهم خرابا. إنك البنيان جون القوم البني جون القوم وتسف دذرة غطاس مدام الأخلاق نسخرفت كجين. سبحان الله سيد ربي مشويح سبحانه وتعالى شقاد الرسول مشويح صلى الله عليه وسلم باش يسكن دي عبد أم كان يغايد يعبد أم كان يسين يعبد إيمانيس إيه أذي السين يقدريس أذي السين شخصيينس أذي يعبد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وسيخد بلا غشريك وذي السين الحقوق الغير الحقوق العباد لا أقوث مثل من غير عباد أتسن سيد ربي تعبد وحدس إذن أتسن ذا العزيز تسعود الكرم الكرامة كيف كل عز زاد الكرامة كيف كي يقدر خطر وسر سيد ربي ألا أقرويك الزات يعبد نغزات المخلوق ولكن تصرصدي سيد ربي وحدس إذن سواء اشتاقين يسادي للعزة يسادي للكرامينيك واتسين ذو الحقوق العباد مرة أكو ذي الوالدينيك ذي مزورة الجيرانيك الأرض الشرقية تعيش العباد السلطنة العباد وثنتسين دارهم كدي قال سيد ربي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم. إذن سيد ربي مشويح سبحانه وتعالى أثناء ذ وانظر الحقوق قوث مثل يعيفذ مرة الوالدين ديم جوالا وقام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمن إذن أتسعهم الرحمن في الوالدين نون خطر الوالدين تقين سبان ثم جوالوث سبتي سناتي سيد يوياد سبتا مزورد سيد ربي السبب الأول سبب وسين ذو الوالديني إذن يقار سيد ربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى رب يقضى سيد ربي ذي سين الأمور إنك أي تعفضوا ذو يتخدم دارنا شريك واستخم ذي إحسان الوالديني خطر لن ينغي تسبا وسين قصي قلنا إن عد سيفن فلك أين لنظر ذي العصر غير سيقوس نخذي ما لازالي ويقد يقر سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى نسل أين مزمير هذا ماذا قلوا لو كنت ولا ترى ولا نغون تامنا لا شوين شوين نسيا ولكن نظريث ماشي ذي نقبي يعقي ندوني هذه ثو ذرتيش مرة أتيف كاف ميسني حاشا ماذا قلوا يقضى دي غران يصران يسعان يلحان بعد الشيني وكيلان دوركني أذو ثذي هذه فلاس وسيد ربي عزيز سبحانه وتعالى يجعل الدعاء أن الوالدين ويسعر الحجاب يقرس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أو ندين أكبر الكبائر كبائر ثم قرانين أنت في يا رسول الله إنس الشرك بالله أولا الشرك بالله وتعفر ربي الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر الشرك يقرد وعقوق الوالدين ماذا عقد الوالدين يقر بعد للرسول صلى الله عليه وسلم إتكا يكرد يقرض ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور يقال تستيقظ أيضا شهادة الزور أرمين الصحابة قرص يا لي يا لي يا ليته سكت أمن ما كان يسوسم رسول صلى الله عليه وسلم أكان يث مثلا سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى جالس نزاري قرض عمر ابن مرة الجهني رضي الله عنه يندي روح ديون ورقز غير رسول صلى الله عليه وسلم يندي ناس رسول الله نكني تظل خمسة زيدة وذقواس إنيس تزكير شينو إنيس تزمع الشهر رمضان إن قد صلى الله عليه وسلم غير ورسي ذي شون سينا إنيس ونا يخذ منك إنيس مع النبيين والصديقين والشهداء أذي لقر الأنبياء أذي لقر الصديقين أذي لقر الشهداء من بعد يرفض فسيس الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس ما لم يعق والديه يرفض فسيس إنيس ما لقل عقار الوالدينيس في ثيقين يخدم كل وجب إنيس إنيس أذي لمع النبيين والصديقين والشهداء إنيس ما لم يعق والديه إنيس ما لقل عقار الوالدينيس كان يتمثل وثقيدي الوالدين ذانا يقال عقيب اليوم مش حش الدريان حش الوالدين يكسع الحق في الدريان سنو للدريان الدريان سنو الحق في الوالدين أما كنت يقر وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه يقر يوصيكم الله في أولادكم أكون ذي سوصيت قرونون أن تربض في فريد سيد ربي أن تسكن القرآن الكريم أن تسكن الفينس محمد صلى الله عليه وسلم أن تسكن فريد يسوين غال المسجد ماذا قلت ربطني دمرا أن تسكن دارا نشتاقي كامل ولا شو قعنا الرأوي سمكتيني يقص عقيدك ماشي ضروري من سكسون تبرطوش ماذا قلت تتركوش ماذا قلت في قضاء سنسيد أتجار ثربة وثنطرب ضرع وأم جوارون مرة أكو أري ذق ثارزق ذك تشيني أولاك نسنميلا لنا فريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في اللي كانت زين ديم جوارا تقنع أنت سعو الإنسان الرحمن في الجيرانيش
بعد الوالدين ديال الجيران وقاثف زاد كاز كان اسكا يوم القيامه وين كنا نوصي عذرا وين كنا نتشي ذاك ديثيريست وين كنا نتضرض وين كنا نتوثض وين كنا هذا بالك اي ترقيق عام 12 شهر ما كيدي زار ذوينا غاثف زاد كاز دي هذا الحجاب قال لك ذويني الهان زاد ربي ام كان ثقافي سيدي ربي وكشد الجاري تخون بلاصتك الرسول صلى الله عليه وسلم دي قال لا يزال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت انه سيورثه مازال جبريل يدي سوصي غا في الجار الم ارمي اجار غثير اثير ذي الورثين كاينه يقنع قد دائما نتحاسب من مادنا في الايه القرانيه في الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ان خزر ما نقول لك الا ذي الجيران يقنع رقع في مشي مادام الروح ديك نغيل ذيك نغيل وني عفرست نفسي ثنون زرا ما لا دقيقه نقصنا واحد ناس يا رسول الله ناس فلان تقال ناس تشوزو مذقاس تشوزو مذقاس تزلى ذقيض عام 12 شهور حبس على كامل ثنيش ولكن تسادوا الجيران ذا شو سينا رسول صلى الله عليه وسلم إنيش إنها في النار إنيش الجهنة الجهنة ميتيتشان وتسن في عرض ظل اثنين نسو تسين في عرض الصيام نسو تسين أساد شيء كيف نند نهضرد مود نعود دائما وأبدا بلي ديننا ماشي دي تظليت واحدة نغض الزكاة نغض الصوم نغض الحج يقلا ولكن ذي العلاقات إلا نيكا رغض المجتمعنا إذ ند وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أهل طارق شيني ذا الرحمن اللي ذي الشرقي تعيشت أهل طارق كيني ذا الرحمن اللي ذي الشرقي تعيشت أهل طارق سقسين في اللي موية شيئا أهل طارق ورش وريد يخمد وهنا سين الوهنا وين دمشوم وهنا يتضرون وهنا كان نغد وهنا غرور كسين الوهنا ما كسد وهنا غس سنقر مرة تدر ثقيم يخزر قال لي وندينا غادي يخزر مانيش ما ذا قلنا ذا الرحمن للعالمين قلنا كقنا إذن فأنشتغي مرة أكوى ذي قيان إيه قلان الدينة ما ثغطت ذي العلاقة لاني قالك ذي عبادة وريك تخذ مرة ظلتي وريك ناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي ناس وهنا ورقز العيام إناس الحذي يديس إناس لا إناس عمرت إناس لا إناس الشوق ذكري يديس لا إناس لا إناس بلك ثوالت كذا قرويس غلقاء إناس بلك هذا ثوالت أي تنقبس ونياريس يقاء أكاقنا إذن أيث مثلا إذا أنا قائما أقفي أذغف في حي أجتقي مرة أكذر الرحمن إذا كان سيد ربي ذي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أنظر ولش كرقوين كيفو ديه ذي الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه كرقوين فرر استولن النغمرة أكذر المكتب الله ضرغت في الله إنه دوين ريلحو نفتجل تكذ المسكين أمن جهد في سبيل الله إنه أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ولا ريلحون أفوغجيل إنه الكيس أكذي جنف كده قر وش بيحنن فين صلى الله عليه وسلم الله أكبر كان مثلا أبو مسعود البدري رضي الله عنه يقيم كيان يكث لعبد النينس الاسكلاف ذي الوقت ما سألوا يفكرك الاسكلافاش من بعد يسشون ويثي ودع باش هذا يخدم يسخصراش إفذا ذي جليت ذي كسو كرافاش ويكرر مدهد يفرس وسلم ذي فيرس إنيس يا أبا مسعود إنيس سيدي ربي يزمرك أكثر وكنز الزمر ذي وينا إن الله قادر عليك أكثر مما كنت قادر على هذا يا غريه سوينك نتفق عندك فوسيس الناس عافيه غاسي رسول الله الناس عفقوف الناس ثنا الى اللي برجله هذا روح الناس لو كانوا تخدم ضرع هذه هكا الكس يقر واش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم اذا ايت مثلا انا عقيب اللي ماذا قال ذا فيش ويعسر غمانيس يعسر فين في ديو مرسي ذا ربي فين ديو مرن في صلى الله عليه وسلم أين لاني قالك ذي عباد ويبقى في سويت سنسر رذي العذاب من سيدي ربي يصوض وش بيحن فين صلى الله عليه وسلم دينا إند من قطع سدرة في فلات من قطع سدرة في فلات بغير حق يستظل به ابن السبيل والبهيمة إن تصوب الله رأسه في النار وين ريكز من تجرى دن تصوض نغاش يستعفين قم كان يدخل يغا كان ذي طيج أدو ذنردين تستعفون شني ما كي أنا سونا ما نسمع أنا غدوا الباهي ما تسقم تستعفوا شو تروح يثيرين إن غدوا الحد ذيك بفي سد تيجزم بغير حق إن غدوا يصوب سيد ربك الرويس ذي جهنم وقيدوش بيحن فين صلى الله عليه وسلم إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة إن أخذر كم أسقصديون إيه قبريد جنسيمن قبريد جنسيمن أسقصد الحاجة إثني جنين قبريد قيك ثقات صدقة يقال صلى الله عليه وسلم إن دولة غير جزء إن قيف ذي جنث إن الذفور كنت جرنا ديغين قبريد يكسيث يوخرث إن إفكيس سيدربي جنث أهل طرح نخدم مكان كوني غير مثلا يقال صلى الله عليه وسلم ومن أخذ من طريق المسلمين شبرا
طوقه يوم القيامة في سبع أراضين. إند ونريد ونريد وين قفري ذي حوني نسيمن هذا كان الرحمن يجدي في كسي دربة في عيفض مرة ما شاف يون في عيفض مرة أذري ذي حوني نسيمن أسو حذر دحلي تاذس تشكشن دار ذاقي كخامي خطر وتستيس دار ذي فريد جنسيمن وينك حمي سيدي ربي شو ساعة أذري ذي جنسيمن قال سعدين ولكن ماذا قلت ثغان كانت حلي دار ذاقي كخامي أتعقيد بالله فمزور التمزورة وتصوى دار كان اللي سعر ذاقي كخامي الدقة تعيش الدقة ما في موضوع الدق ما عجبس لي كيلومتر تسعاد كامل ولكن الدق يطعيك اماكن اماكن كيف تاع القشره كيطع الدق المضمض وتستني النظم تسع بيضه كان سبع القواعي يوم القيامه غزكا عاشت نعيم دي جنك تسر بسبع القواعي خطر صديق سفين شيمن اتي صديق سيدي ربي فلك ذا ما تشير في صديق فلك ذين وقال سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى الرحمن يدي في كان النبي صلى الله عليه وسلم انسيم ذا الرحمه ذي قاع انسيم ذا الرحمه ذي قاع ودينا له وين يتزال لاني ذي انسيم ناخذ وين يتصوصو مني ذي انسيم ناخذ وين يتزكيني ناخذ وين يسحجني ذي انسيم الى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده انسيم ذو وين يسلمن ينسيمن ذكرشي تاخذ فوزيش وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم إنسيم ذوين جسيما مرة ناكو أما ذي نسيما أنا مشي ذي نسيما أتسلم من دقلسيك أتسلم من دقفوسيك وإنه المؤمن وذوينك نعم ألا من الغاشية أفي ذا من نسن ألا من الغاشية أفي الأموال نسن وإلا لا ماذا قلنا ويشي ماذا قلنا وإلا للعبد الديني كسعودة تسعودة هذا واستنظر استنظر هذا بالك يفيك الاخلاق يفيك نفل الاخلاق رويد ولا الذي نسيمن ونفر رويد لا ندير نسيمن هذا رفق وين ولا الذي نسيمن يسعى الاخلاق وانا نتصرفق غير وين لا ندير نسيم ونسعى الاخلاق وانا نتصور بروثق بيار ربي وثق بين فيس وثق بين المؤمنين ولكن انشي وانك نقول لا الذي نسيم ذيك ماك من ادم غاش ولا الذي نسيم مكشينا المسلم واخو المسلم انسيم ذيك ماشي نسيم المؤمن ذيك ماشي المؤمن انما المؤمنون اخوه ولكن وانك نقول لا الذي نسيم ذيك ماك من ادم وركات الصوره وفعلوا لك يقول لهم ماذا قال لي لا غير طرفك راك مسؤول عليه لقص شكل الرحمن الإسلام حاشا ما يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله خطر الرسول صلى الله عليه وسلم كيدنا إن لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إن ذو أدي ذو سيد ربي ونعفو فسيك إن ذو خير وسيد شرقيتش حاشا ماذا قال لي غير ميزك تشيني ثورا ماذا قال لهم تسعيد أنصراني غير طرفك مسيحي غير طرفك تسعيد أوذي غير طرفك بعد تسعيد تعذى وثيتش ما كنتي شكيون يشكيون انك شعري تكسرنا القران الكريم ترقضت ترقض خطر ذا مسيحي معناه يسعى الغيره في الدينيس اي تصدر روس القران الكريم لا وكجو زر الشرع باش تصدر القران الكريم شعري تسكو خميس بصح ذا الاجر ذا الحسن ذا يعي ذا وين سيدي ربي ولكن باش هذا يشوف الصوت يقرا برا ارويني الجاري خاطئ إذن أوذينين لغان صرني لكن ذيك ماك من آدم ماذا قلت له هذا هذا في سيد ربي يشوفه سيك خير دوني ثمرة سيك مايش وباش في دي هذا سيد ربي يشوفه سيك يقد صعود العلاقات العاين يقدم زورو ثك دي زرد قويني لعان قويني لعان يقد صعود أفريد العاين وتسكر ضرع وتسكي دي ضرع تخدم ذي خير تسكد ستون ضيشت ترفض ماذا قلت له ما كنت زور رسول صلى الله عليه وسلم أوذينين إساك عند الجاريس إثيد تزور أرمي ذا اسمك شهد لا إله إلا محمد رسول الله إنس الحمد لله الذي أنقذه من النار الحمد لله يا ربك شدي ذي دين قذن ذي جهنم إذا أتشعر العلاقة العين وتفتح القناة جس خطر لعبد ماذا قلوا ثعدي ضريس مكاني قفية ضري وكي قبيرة يهضوري إذن أكيد يوليد قفري ذي لها أنت مزوروث وتستنين أن أتقفر الشيم سلين العاي واستخدم ذي خير استخدم ذي خير وأنا دائما للعلاقة يدس تسقين دائما ذي عايز عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يسان او ذي الجارينس ما دي روح ذي السوق ادي او ذي دي فلاسة سيسر نارو ارو خميس بعد دي كمين تغر ورويس يقواس ذي قد خير قاذي قروح الغرس ينسي يرفذ فوسي سيشهد لا إله إلا محمد رسول الله ينسي الدين الحق هو قد صح الدين الحق وذي كيه يتزرير ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله كجنة إذن إنسيم إذوين جاي سلم أما أين يبغو أكن يبغو يلي اللوني سكن يبغو يلي الديني سكن يبغو يلي ثمورتيس أكن تبغو ذي أذي سلم ذي جلسيك أذي سلم ذي فوزيك وإذواجين إذين إذواجين إذين سلم سبحان الله كيف مثلا إقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قال يا رسول الله وإن كان شيء يسير قال وإن قضيب من أراغ السويذيون يوثي حجم بالمشيش توفاتو الخطر هذا السويذ إنه كي حرم سيد السويذ سلفاطل أتقلد بلك أتقلد أستنظ إنه إنسان وتسيس دارا يذي حرم في لك سيد ربي جنة وكيوت الجهنم يا رسول الله نسي ماذا قلت الحج ونسعى على نزال إنه اسم ماذا قلت أقشرني سواك 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 نقشرني إنه نخدمك السنة إنه ماذا قلت أقشرني في ثقول أثقلك تسو حرم في لك جنة تقنى إذ
وجينا دوش بيحن في صلى الله عليه وسلم اقرأ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك وندينين نفي صلى الله عليه وسلم يقول خرقوين يسخويا عن نخرقوين ندي وين شوي نخرقوين ندي وين وسينر الإسلام ذا شوث وسينر نفي صلى الله عليه وسلم ذا شوث وكون ذا العصر العلم أذي غار كان في الليس ذا شو ذا شو الذي قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك رمانا وسال رمانا قوين ركتجين أكي جيون رمانا السر أن تكون نهضر ديجا قبيا وقفي في الأفيقة ويجيك دي فضنا غاتم مثلصي فضنا تشم قبار دور فضنا كا صدور الأبرار قبور الأسرار إذ مرني إنسيم وإنسيم تشم قبار دور فضنا كا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك وما يخانك وركات خانك شينا غاسي خانك انسا وركات خانك خطر الخيانة نسي كتبك يكتبس سيدي ربي في الله انسا وإنك نسي كخانك نيا أكدي سمير سيدي ربي خطر في الجذكان الأمور سيدي ربي كشتو قاب تتسخان دارا انسا كديرنا إنك إيش يروح نكنيا ماشي حاشي إنك نيا في كخانة راك دير أكام يثمثن ثم غارف يخدمنا المسجد ديث مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تصنضيه تصمتو تسافركات ثم غارف تموت فلاس يعفو ربي ولكن نضيين سدقيدو سن اخبرنا لهم اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم اميدي سقسف لاش اني سندث لاش حالي قد فانا لانا نستموت يا رسول الله اني ساشي مو يتخبر مرا ان ناس نضلي سكان دقيض وسخي من ناس شناطاش ان ناس ناس كنتي ناس كاش ويروح عروس كاينس يزور في الناس صلى الله عليه وسلم باش اغدي سكن خرج فكيما قرن السنه الى وين السنه القوليه لا السنه الفعليه لا السنه التقريريه اين ديننا السنه اين يخدم السنه وين يتخذ من الزل شو ديننا راه خاطئ وسنيننا راه خاطئ تعتبر السنه انظر باللي يعاود ماشي تشذري هنا تشبح نغذي ذري من نغذي الشيء نغذي القوة نغذي السعية يساطع ديض غير سيدي ربيع وكي تشتاقو تشتاقا ذو الفقراء اكتقثن دي جنة ماشي دي ماركانتين كا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الخيار ذقون الخيار ذقون سل إيمان تسعام ذقو يونون أكذ العمل تخدمهم سل جوارح نون كا يث مثلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا قال عقيب اللي نكوني أنشتاقيا نغلط ذكيس وش نخدي مالا ازاي ويجي غنت زلان تزو من مجو معنا مره شورن كيكامي ولكن شي ما ان اتذرو المحاكم تفض شورن شورت المحاكم مر لي تريبينو مره شورن قال الوالدين الدريا غير وثمان غير ضويا غير الجيران غير الشريكين مره اش اذن شي من بالك ما يدان تفغنا كدي نروح لكل جماعه الظلم بعد الدوغين ندير انا المدينه غير طر ذا شاديني العبد الاسلامي يسعن ويجي حشر بجزران سبحانه وتعالى غدي يهضر بجميع انا يذمر ولكن اللي خصاص يخص الايمان الى قناعه عقلك الرسول شبيح صلى الله عليه وسلم يقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إنسي متشجذ يحقيس إنسي متحذر إنسي متمقلوذ من سيدي ربي ويتسك مير الإيماني حشو ما تحمي ذي الغيري كان يتحمي رضي إيماني كيجينا يقرد حمد ديدات في اللسي عفو ربي يند آذون الإسلام يند مش ذوي ذكي لان فران الإسلام يند ولكن ذوي ذكي لان زدخي الدعيني من سندين سيمن يند ولكن خدم الفعيل قوي ذكو الذي سيمن ما نرزل تظلم بعد أهذا دنفن كوني غذي عكورن دخي تدرث أهذا بلك الزمرة أهذا روح وين العالي غيسار استنفع مرة تدرث أي كامل ولكن سبا شذي ضحي ما هذا ذي الزمور ثي سوتي الزحارة يعني تظلم أهذا بلك خمسة أوقات ذي المسجد ولكن أفوذ مربي ويقبير نشتغي خد شوف اللي يتبان الدين ما يزدخل الدوني ثي عمر نويش أشتغوري تيا قارن غيث مثل سبحان الله تسمى فافيش هذه خدم ذي الفعايل وذي العاليث نرم هذه تحاسب في اللسان وقي مقارن وزر الضلال وذي يرنو وزر الإضلال أتشو خير العفاظ غف ذريد الدين سبحان الله كيف مثلا خزرت كان يروح ديون ورقاس غير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تخاتم تندب قلت خاتم تندب بعد أكن تزرا يفو في اللس يكسي تيد القرص تغلقها إيني سدي عم بديون دهون دي الدم ثير قيث تمسسي غير الروضة ديش إذا قرش غلقا من بعد أكني قروح صلى الله عليه وسلم كان السحب أن نسيه ولا جماعة تستنفع ذي سدهاب الجماعة تستنفع ذي إني سبحان الله حاشا ثقور خدم غرام إني سيد قرش انت شوفي سيس غلقا إن كنا سيد جماعة إني سولها مذي إلى روحي وداخل مزمع سيد جماعة كان يتمثل إجياق أذن خدم أكي إجياق أنتبع أريد أن نفين صلى الله عليه وسلم من قاعد السيرنا نكونين من قاعد السيرنا وين اللارة ذي نشيم نغوين اللارة قفريد الدين أفيد نشفيد غير قفريد الإسلام شحال ذي ولدي نعم ما يفغوي ذي تظلن لا وثنتفضار عندك ثنتفض وثنتفضار وين يتظلن آخر وين يتظلن ولكن تقويز دي وين يتظلن وتشويها للإسلام ده شو إليون هو ذي قرن السعد ابن سعد رضي الله عنه أرقز قدو ذي ولكن يحكوت في الناس وقفي الإسلام إن دقنغا كفي جماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذ الصحابة الكرام إن دي روح ديون ورقاز من الصحابة إن دي الناس يا رسول الله فالدارث الفلان تقيان إن يسكش من دكو غالإسلام أكو
إذا شو من دار الإسلام إني صور جمعاسن بلين سيد ربنا في تقام سر رزق سنو في تصوره وسعد شان يخصن إني سوى لكن غرين دل قحط له هو وياش قر القاع ود وسعد شيء سان وقد غ أثني شو أذكر قر الخطر نسين سين إني شكد في قوين غدينا أم شان نخدم إني سر رسول الله يا عمر إني سلكي قلنا نفس نتنفك إني سر رسول الله ويسد شيء قلنا ذي بيت المال وسعد شيء نفك يكردو ذي جين سعد زيد ابن سعنة يكرد زيد إنيس يا محمد صلى الله عليه وسلم منو ديك شمال الإسلام إنيس تفكر 80 تبياسين ندهب إنيس هذا تفكر إنيس كشينا غادي يدرد إذي يثي درد دوت سمر الموعد كذا وكذا خذ من الوعد لرونديفو من المارس دي أرز ديار تسمرش إنيس يربح إكس 80 تبياسين ندهب في كيس إنيس رسول صلى الله عليه وسلم ورقزنا روح قضو يا سنتت إنيس كشينا السلعة الموعد كذا وكذا إنيس هذا فالسلعة توجد أقيم الأرمين ولكن أمشي خدم زيد ابن سعنة يجيم ويهودي يجيم ويقيم الأرمين ذا رونديفو نيناس إن رونديفو الوعد النيم يروح ثلاث أيام يومين ثلاث أيام وقضي إدي روح غير غرس يفاتين سيميك فوق الرسول صلى الله عليه وسلم يزول أفيه ذي قوث الجنزة أفيه من الأنصار يموت إن بعد إمد يغي الرسول صلى الله عليه وسلم يسنفك الحيث يعني في تقفايا المخلق إني سدي درضين كتلسة إني شكون يسبن عبد المطلب نستشم طيب إني شيء دردين كتلسة يعني شيون العنف يعني فيث مليح عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسم قيثي ده كان بعيد اسم قيثي ده يزورني شكرد يروح ده غوص إني استخدم ذاك الزاتي استخدم ذاك أين سلاني بزورني إذ جيك وين الزارت واني إني سوى الله لو كان مشيد العهد لأن يراغ يذون إني سوى الله الثلاث سيف قاضى قرون ذا شي سينا الرسول صلى الله عليه وسلم وسينا يا عمر كساسا قروي ثاني بهدريد كساسا قروي إنيس يا عمر إنيس ماشي ذا ولي قلقة في الدينيض إنيس ماشي ذا يقيق حواج نسا ماشي ذا يقيق حواج عن كينيا إنيس ذا يدينيض كشيني مصر إذا الرينيه مصر إذا سلا عقل وانسا هذا استنيض إنيس ترسل ظل بس سلا عقل إنيس تورا تروح هذا استرد مرة ناين غي ترس كامل إنيس استرد 20 مدن زيادة إنيس أخطر سخويات راح يقول عمر بن الخطاب يقول زيد ابن سعنة يقول هرميد بيت المال يفكيز دينك نيجي مسلاكن ينزد 20 مدن انت قدك وذيني الناس ده شو تزيادة يا الناس تجد انت شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يومرا الناس اختدر نوع على خطر سخول عليك الناس ضغي قيفك يقيف الخطر زيد ابن سعنة الناس يا عمر الصندية الناس كسن غير الناس كنا زيد ابن سعنة الحبر من اليهود الشيخ الجوامع عنسن الشيخ أم قرن الجوامع عنسن الناس هي شو مستخدم ذكي وانشتقين يجزر كتخن بس تنفيس وسم الناس وقي ذا اختبر ذا سيان يتيد سيان ذا اختبر اختبره زرق بالعالم مثلا في مرة تذر غرس الناس ولكن في غزر ماذا قلنا ماذا قل يزعفي ثيون يزمر ذا يخدم كران نغدي ارتصاري سيدكم كان نغدي أذي سعف نغدي يعفو نغدي صفر إنيس ولكن أثنى الحيل مني وفيق تدي يوجد غر غرس ويروح غر الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأنك رسول الله إنيس النفس الشو مرة وقثنا ذو فسيكي قلع فكثي بيت المال المسلمين فكثي لبيت المال المسلمين أتزرت كان يثمثن أم كاديك شمغ الإسلام وكان سيني ما سكرت ذين دقون كان ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرني اسم الرّيع فيا يعفى أين يضرني اسم الرّان اسمح إذا نشد يقول الأخلاق نشد يقول صرف جان خزر إيش مدو ذي نغر الإسلام إيش حال في ديفان تفير لكس قوس وستاد الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إيش جاي ينو صحابي قلس محمد بن مسلم الخزرجي إيش جاي ثري يثمرث إما قرن بنو بكر بنو كلا إيش جاي ثري مهمة الميسيون بعد ما يجوا السنة يفدي ينو ورجز جوفريد ولكن رجزني ماشي رجز من ويا وياثي يعني يشوف الهيئة الهيفا يسعى الهيفا يعني الزران بالليغ ماشي من والد مقرن وقاذ انتكني ولكن تفنتي دقوين ترمي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم شكش من تغال المسجد امدي قوذ غار غرس إنيس صلى الله عليه وسلم إنيس وصري ما نوي دقو مكا نمس ونظر يا رسول الله إنيس وقيم قرن ثمامة بن أثال الحنفي إنيس ذقروا يتمرثنا اليمامة دي بنو حنيفة إجاث الرسول صلى الله عليه وسلم أرتع المسجد إنس كلاسادي شادي سو غور وثيش قرن القبيح إنس كرمثتين وكرم مليح قوين مزمة ما تكرم كرمثت إنس غور وثن دون ديت سنسر ووي غار غورس أين يحوج مرة وإذا استيد أذي شادي سو مدي كار غار غورس دي روح أسيني ياثو ماما داشي ثنيض أسيني يا محمد صلى الله عليه وسلم أسيني ماذا قلنا اسم حضيين كيني ذا بالخير ماذا قلت لثنا غضيا لن يرجز ندفير يدفيرين ينس ماذا قلت لثذري من ذفغذا يتفكر غين تحواجه يومين وسط التيام يريز ذكال جواب ينس وسط التيام يروح دي نسر احتسي ثم ماذا يروح الثمورتيش
ننشى رسول الله وقي ذا ذو الإسلام ننشى ينغص الصحابة ذا الصح ذا ذو ينغص الصحابة ماشي ليون ماشي أطلش ينغى ويفرد ذا ذو القرآن للإسلام أم كاس إنس ناون سرح ذا سدي روح سرح ناس يسوم إثم ما يروح يلحق رأي المثلث كلا كي يقول من ذن ددي فالعين قمن يروح يسرد يسعد دنا من فلس يغيدر مذ المسجد على الرسول صلى الله عليه وسلم إنس أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أشي يشخذ منك كي يجي مثلا أرمي يقزر عن شتاجي ثلاثة من يجي قيمك الدين نعيش ما قرد الصحابة ما بكتش معاه ما يندقوا قرشين يوفي يثق ما شو دع دارك ذي التاريخ الدنيا أشو الله ضر يهدر جو قرشين أم كيم يحمين أم كي عذين أم كيتش مسيمن أم كيتش معاملين جو قرشين أم كيتش نسعامي الرسول صلى الله عليه وسلم نسعامين إذ هش من الناس وجي إن الصفة ثم تقول لا مرد جز واللي تدي الدنيا وانشتاجي كي يقعد سمعاملين ينسلمن إن يس رسول الله إن يس زيك أقبل كسا والله ما يلوذ مكرهاني نقوذ ميك مثل ثمرت كرهاني ثمرت ما يلد دني كرهاني دنيك إن يس السجى ما يلوذ محميان ليك دنيك وذ محميان ليك وذ ميك ما يلد دين حميان ليك دنيك مثل ثمرت حميان ليك مرتي خذت كان يثمثن إني استوى نظر حد خم على عمران إني الرسول صلى الله عليه وسلم استعلمت أمثون استعلمت سمك هذا يخم العمران إني زد الصحابة إن كيد طفلوا ما قال عمران يثدو ولكن العمران يثمن زوران سيد خم ما كان يخدم المشركين المشركين يعذون ربهم الناس ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أكن استعلم وكان تخمض العمر جنسي من قيك الحمد لله جنسيهم أتخمض العمر جنسي من يستعلم ثقب ثون ويروح يثمثن العمر يروح المكة المكرمة يقضار دينا ذينشيم أم زوارونيك من مكة المكرمة ست البيان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ذنشي ذم زوارو ذينشيم إنك من مكة المكرمة ست البيان صلاعية ست القطرش ديس نجمعان تفلاش أفغان ثوثن أما كان خدمني العويد أمي سميثي دوفان ذي ثمورتنا ثمامة بن أثال الحنفي ذي ثمورتنا اليمامة سينيزن دي تسكر أرزق نصر مرة سينيزن ذي كفوسيسي دي تعدي وخر ناس ناس أكوني نص الشر والقزاقية وخر ناس وصرح ناس إنيس عوهد أكون صار بيهم إنيس ورثاوهد مد ألاقان جيردن ناقض تنزل والعوذون ديك شمال ثمورتا جاحة شما ذي قلن يفكد الاذن وقيت السفر مكان النبي صلى الله عليه وسلم نسوق ما يفقد الاذن اكون ديو غير مولاش اقيم الرميده سميت الشن الجيفان ارمي الشن الورق التجره موثنا شحال يموثن ديكشن واش كاع ناس الرسول صلى الله عليه وسلم يوعدوني نسن يوناك نشوف انا كني يوناك نحورفن ان ناس نكون ديما ويانيك ان ناس يفتح الدرف في علاقه الرحيم تفغض انا متمره إيش جعس الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمامة بن أثال إنيس الرسن الرزق نسن ألو كان سيعجي في مير نسي إن اتخذ فسنة مثل ما قروا مثل مرة قد فكناك ولكن إنيس الرزق ويا الرسن الرزق نسن صلى الله عليه وسلم أنظر أنوين الرحمن يكسع صلى الله عليه وسلم أفي عذونيس أعذونيس يسع رحمة فلسن وسقس ويستمالي عمي كشم سعشار ألف ذا جون دين غر غرسن ما سنعجي فاثني فكاثني محق مرة إنيس سمح غاون ذهبوا فأنتم الطلقاء سمح غاون أنظر أما تشكنا ذا لكوندويتينك لكوندويتك ما دين إنشيم سبيت سعيد من البون كوندويت من موسى عذرانكم من البون كوندويت ذا شو تنسلون تنسعيد يقن يقصن قركا ازدخل الخطر ازدخل الخطرنا لو كان ثمامة بن أثال الحنفي يولد باللين تسمي يهجم القوة رسن السحابة الكرام وتشهيدة لا إله إلا محمد رسول الله إنو كني مادة روح يون ستاني ميقران روح تشيلينك ذي مدوكار قروا تمورت المغمرة جميعا صرحوا دي ثمورت الغرف وتغيمان دي ثوذرين الشهر أني وكش هذا لا إله إلا محمد رسول الله ما يقيم الشهر في الدرثنا أنيوا الأنسريس أموين شهد لا إله إلا محمد رسول الله ويقيم ثلاث أيام يشمد غل الإسلام يزران السيران الصحابة الكرام كي قلنا يثمثن هدرن سين دي ماريكا سين ينسي من دي ثمورت ماريكان هدرن ذي الجامعة هدرن استعرف من بعد أكن دي قوذ ما دي وضوهم دي كل ننسن أمريكاني هدرن استقنيزي انت قدر وصلني الناس لا الناس كنت جيني غير حضرت كان استعرفت ما كنت هضر انا الناس لا ماشي اللي جينا خدجينا لا الناس الدين غير ديننا انا كذن في محمد صلى الله عليه وسلم يغدي يومرنا ك بلي ما نسين هضرن وهضرنا شي وث اللغه ماشي فاهمه راه وستياته ذي حرام تهضر اللغه ماشي ثنا غادي لي وندق وسينات قبيله من بعد نهضر استقبيليت كل انسان هذا اخذت ما قالوا يفهم راه لا انا هضرت اللغه اللي كيف ايش كيفهمك اني انا نهضر انيس الديناميه ذا شوت الديناميه انيس لامر شري غيس لامر تولى سكنتي كان مكره هو غنكون ويشهد لا اله الا الله محمد رسول الله كان يث مثلا دوغين هذا الاسلام دوغين يغدينا يغدي الرسول وش بيحصل صلى الله عليه وسلم أي
اين غادي يقول صلى الله عليه وسلم تفات الدنيا يقول يغد صرف كاع يقول يغد الاخلاق يقرض انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يقول يغد النور الدنيا سيدي ربي واش يحب سبحانه وتعالى كالذي قال ان قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط المستقيم يند يروح عند النور والنور راني واذا شو اذ النور ذا الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب المبين ذا القران الكريم ذاش يخدم النور ايه مثلا النور يتكس الطيام النور ذي دي الطيام شعر التفاث ذي روح الطيام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ماذا قال لنا العبد المؤمن يقوم يكتب عنه في دينس أسم ربي فردان الخير أرثي تسغوار ذي دونيس ويتسم دار كيانا وريغ لارا وتسد شلاث يغن ذي الرحمن سيدي ربي غير يعيش ذي لهنا غير يعيش وليش ذا شكو خص ذي المجتمعات المجتمع غير يعيش الحمد لله يا ربي ذي حاجة المادية وتسد جروز شي البلو ماتيريال وتسد ذا شي خص ولكن اشحال يكتهنا ندقنا اشحال يقلنا في خير اشحال يقلنا في خير ماشي كان ذي المجتمع ذي مرت الدنيا كامل الطارة تهنا يتهنا الموت يتهنا نرى أجل 800 ورعية في مدنك نقني ما نسندوك سكواس ديال العالم كل 40 لي سكوند تخيل ذاك بلا ثاني وانا خنقيم عليه اما يعلق ديمانيش واما ينغي ماني الصرصاص واما يتشال بوازون واما يخدم كره وباقي خيمانيش كان اون مني عارف من كنون مني عارف لي طونطاتيف دو سويسيد ديال وطن فرنسا اكثر 165 ناي فيه سكواس كتشين كتشين سي بي ديفلوبي غس عن الماديه تسعان ولكن مثلا لهنا وتسعين لا خاطر تفعل على فيريد سيدي ربي قد جاءكم من الله نور النور داشي يخدم يتكس ديال الطيام غير تفات كان يتملي فردان الخير ويتكس ذي الطيام غير تفات ويتسمي أفري الطريق المستقيم يتوين غير الجنة ولكن خزر ثيث مثل ماذا قال الإنسان ويتبع على الرسول صلى الله عليه وسلم يتوى من هذه النور ويزرر أمين ما يقمش دول نيس أهل ترى ما تقمش دول نيك ما تزمر ذا سويد والزردر أتعيش طول عمرك ذي الطيام يقاتل السند النبي صلى الله عليه وسلم باش هذه النوار سيدي ربي يوليك باش هذا تويض خاطر نكون نتسرو نقرس اش مقدر يذن غويا طاقه لهيا كات ماشي ذي نقبي ياقين دونيث لي كلينيك لي ديسبونسير لي ميديسان بريفيا لي زوبيتو كاين في دونيث ماشي ذي نقبي ياقي الغلاوي لي كاتاستروف ناتورال وريش كان كوين العيا ادي سكن كان كوين العيا خرج مش تعين كان ضاف كلشي روح القاعه نقرس اش قدر الفطر يذن سيدي ربي ظلميون ولا يظلم ربك احدا ماذا قال لنا وخر في فريد النبي صلى الله عليه وسلم وخر في النور نراجع يغدي في كاسي ربي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم العقيب اليوم وتشف غير وين العين طريق الوصول اقدام الرسول افريد يشوفون ذا الركضه في النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا نغير غير وين العين انا نغير في الماء شحال يقول لك وقت هنا ندخل خميس وقت هنا ندير رويش وقت هنا ندير جيفيش وقت هنا ندير وقت هنا ذويدي ساعني نضر نكثر ويدو نساره ذويدي ساعني دريق نضر نكثر ويدو نساره زيت مشطوح حتى ما تنقرات كامل ما نزيد سيدي ربي سيدي ربي تغير في الماء غير وين العين ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه وتغير سيدي ربي الحاله العبد حاشا ما يغير ايمانيش يقال ديونو فيلوزوف ذا روسي قال سليو تولستوي ان دويا مره العباد مره فغانات جدين دونيت ولكن يدو في غير وانا يرني مانيو وقيدين شي فلاس يعرف ربي فلاس يعرف ربي اذا ما نزيد سيدي ربي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى حاشا افدل هادشي جد الفلانه هادشي جد الفلانه غير وين العايه ماذا قلنا نزيد غير غرس ما نتبع فريديس اغدي رزق كيني اغدي رزق ذي القاعه يقرض ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ماذا قلنا نزيد سيدي ربي نتبع نتبع السنه النبي صلى الله عليه وسلم نوحدث ونخدم على شريك نزر الحق الحقوق للوالدين نغذي الجيران نغذي العباد نسند العباد ونسينرا نسند الرحمه للعالمين نستقنع كانش حقني نغذي صح ندي حياي ونضرب سيدي ربي هذا يبارك فيك سيدي ربي غادي يفكر رحمة كينا غادي يفكر رحمة ديقا كان يثمثل وما ارسلناك الا رحمة للعالمين غجا يا ربي من اتباعنا في محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.